السلام عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من داخل محافظة دمياط، نموذج من النماذج الهامة جدا اللي احنا هنعرضها عليكم النهاردة. الشيخة رضا فقدت نعمة البصر ولكن عوضها الله بالبصيرة، واحدة من أبناء قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقاء بمحافظة دمياط، واللي تولت تحفيظ أبناء قريتها لآيات الذكر الحكيم. هنسيب بقى الشيخ رضا تحكي لنا تجربتها مع تلاوة وحفظ القرآن الكريم. مساء الخير يا شيخ رضا، والله يبارك فيك. اللهم آمين. احنا وانت بارك الله فيك والله. والمشاهدين وكل الناس، قولي لي بقى يا شيخ رضا، انت ايه يعني لما بدأتي تعلمي الأطفال تحفيظ القرآن بدأتي ازاي؟ عملتي ايه؟ انا طبعا بدأت تحفيظ القرآن ليا لنفسي وانا عندي 6 سنين. وطبعا الاطفال كانوا بيحفظوا معايا في الجامع وهم وانا عندي 10 سنين او 11 سنه كده، يعني وانا عندي 10 سنين كنت بحفظ العيال، كان الشيخ مثلا بيروح مشوار ولا حاجه ويسيبني وانا اقعد اسمع له. بتقعدي تسمعي له؟ يعني انت حابه الموضوع من وانت صغيره؟ وحتى كمان كان بيحصل مني حاجات، يعني الناس بقت تنظر ليا، كان لما اجي اسمع للعيال اخد المصحف عشان العيال ما يغشوش فيه، عشان طبعا مش هشوف، يعني كل واحد بيسمع باخد منه المصحف واخبيه عشان العيال ما يغشوش منه او يلقطوا منه ايات. حتى الناس بقوا يقولوا يعني هي مصحف، هي الوحيده مصحف. ليه؟ لان كان نطقي سليم، كنت بحفظ القران بطريقه يعني كويسه مجوده، لان من صغر وانا محبه للقران اصلا. تعلقت بالقران الكريم من صغر؟ بدأ بقى الموضوع يعني يمشي معاكي طول السنين لحد دلوقتي لسه بتحفظي اهل بلدك. ايوه نعم، وهظل ان شاء الله لحد اخر يوم في حياتي باذن الله. اكتر المشايخ او القراء القريبين من قلبك مين؟ والله اكتر واحد هو الشيخ المنشاوي، لان هو ليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في حفظ القران، لان بقى تحفظ عليه، يعني لما جبت المجموعه جبت سمعت بصوت. يعني انت حفظت بصوت الشيخ المنشاوي من مجموعه المنشاوي؟ المجموعه جبتها بصوته، فكنت يعني هو اللي شجعني صوته، لان صوته جميل بجد، وصوته كان ستيريو سماعات يعني تردد، فدي اللي خلاني شجعته ودي اللي خلاني يعني حبيته. هو اصلا قريب من قلبي يعني كل المقرئين، ولكن هو اللي يعني وضع خاص في قلبي. انا ما شاء الله يعني شايف اطفال وشايف اعمار برضو كبيرة، يعني مش شايف في تفاوت في الأعمار ما شاء الله. انت بتعملي بقى ازاي مع يعني الأطفال الصغيرة؟ بتتعاملي ازاي مع الشباب في طبعا التحفيظ؟ الأطفال الصغيرة اللي هم بيبدأوا من الفاتحة والسور الصغيرة ديت ببدأ لهم لوحدهم، واللي يكونوا مثلا حافظين اكتر منهم جزء اثنين طبعا ببدا لهم لوحدهم، بس الطريقه اللي انا بحفظ بيها طبعا بدي جديد وبسمع قديم، يعني مثلا احنا اخذنا جديد واخذنا قديم مثلا حصتين ثلاثه اربعه، بعمل لهم جديد مع قديم. يعني انت دلوقتي يا ابني هتسمع ايه؟ مثلا انت عليك النزعات وعم، النزعات هتصحي منها ايات وعم هنسمعها، او عم هنسمعها واللي النزعات هنصحي منها ايات اللي اتحفظت يعني. طبعا براجع لهم، لان القران بيتفلت، فهو عاوز مراجعه، يعني مراجعه باستمرار عشان القران بيتنسى بسرعه، لان القران غالب وليس مغلوب. فطبعا القران عاوز مراجعه باستمرار، فلازم بنراجع لهم، بنعمل لهم ايه يعني صفحه او حسب ما الطفل يكون مستوعب، اي صفحه كده. وبالنسبه لاعمارهم يعني لو العمر مثلا كبير بنعمل لهم صفحه، بنعمل صفحه وبنعمل صور كده، يعني حسب ما هم حافظين، حسب الاولاد ما هم حافظين بنعمل لهم صور وصفحه، واللي يكون حافظين مجموعه كبيره مثلا يعني اجزاء بنعمل لهم، بنجيب لهم كل يعني نمسك جزئين، يعني عامه والمرسلات مثلا والنازعات والانسان مثلا، لحد احنا ما نخلص الجزئين ونبدا في جزئين تانيين. تمام. احنا ايه يعني نشد الطفل او نشد الطالب، يعني ايه الحاجه اللي انت بتعمليها بتخلي الاطفال يعني مثلا تحب الموضوع وتجيلك تاني؟ يعني مثلا اي طفل بيبقى عايز يلعب، بيبقى عايز مثلا يجري بتاع، ايه اللي انت بترغبي الاطفال ازاي؟ اهم حاجه حسن الاسلوب مع الطفل وحسن المعامله معاه،
وطبعا يعني بقعد اهزر معاهم كاولادي، بعتبرهم اولادي وبعتبرهم يعني بقعد اقول لهم يا اولاد انا والدتكم، وبعاملهم معامله كويسه، حتى هما بيحبوني كمان، يعني هما بيحبوني وانا بحبهم، الحمد لله. كل طفل بيجي بيتعلق بيه وانا بتعلق بيه، يعني بقعد اضحك معاهم وبفرفش معاهم عشان الطفل ما يملش برضه، عشان يحب يجي تاني ويحب يجي تاني. يعني لازم المدرس او المعلم بالذات في القرآن لازم يبقى نموذج عشان الطالب يحتذى به، لو مثلا يقتدي به. لو قلت لك عايز رسالة منك لكل اللي بيشوفوكي هتكون ايه رسالتك؟ والله رسالتي المهمة انني بحفز كل ام وكل اب وبقول لهم خلوا بالكم من اولادكم في القران بالذات، واهتموا بالقران، اهتموا بالقران، اهتموا بالقران اهم من اي مواد تانية، لان القران هو اللي هيفتح عقولهم وهينشط مخهم وهيخلي لسانهم طليق ان شاء الله، وهيخلوهم ان شاء الله يجيبوا الاول. انا بشكر حضرتك جدا في ختام لقائنا، وبالتوفيق ليك يا شيخة رضا. باذن الله، وانا والله يعني شاكره لكم، واتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على طاعته دايما دايما يا رب ان شاء بإذن الله. الله. اشكركم جدا اعزائي مشاهدي اليوم السابع في كل مكان، يعني احنا امام اطفال وشباب قريه سيف الدين في حضره الشيخه رضا التي تولت تحفيظ القران الكريم ليه